تشعلوا الضوء، لان واخا النهار واخا حل الشارجم واخا شعل هذا الضوء مكاينش ضوء، مكاينش اضاءه. تشعلوا الضوء، راكم عارفين دابا البرد كي تتحرك البرد، واخا كتشعلي الضوء واخا هذا ما كتبقاش تشد ديك مال هذا اللون في شعري. عشروني صابره كنقول نوضي صبغي نوضي صبغي نجلسي. ايوا صافي لقيتوني لشتوني كندير ميك اب هاد اليومات، رايحين تعلود باش تصوري في تيك توك، خاص شويه داكشي يكون مقد. راكم شفتو كديره غير داكشي خفيف ظريف، شويه قلت انا ندير واحد الخط كحل، قلت لا انا القلب ازرق بما انني لابسه غوب في البلو، شويه صدق ديرها حتى هنايا، شويه بان لي بقى واحد ديكالاج بين هنايا عينيا والبينو، داكشي فين كاين ايلاينر وفين كاين هذاك الشيء، بقى كيبان اللون ماشي هو هذاك لانني ما دايرش فونديشن لوجهي، غير هكا روتوش مدرقه دوك الحبيبات، غير بشويه فونديشن. هذا حيت اوبس، هذا ليكيد باودر، هذا زوين، هذا فيه هو فوندوتون فيه في نفس الوقت بودره، يعني منه ما بغيتيش البنات الا ما بغيتيش ديري فوندوتون تعاودي ديري فوق منه بودره وبزاف المسائل، كديري غير هذا فيه كلشي. هاو باش يبان ليكم، ما عرفتش واش كاين في المغرب ولا ما كاينش، والله ما عرفت. المهم درتو غير هنا فين كاين هاد الحبيبه باش ما تبقاش باينه، ودرت شويه بلاش فراج وهايلايت، وهنايا يعني المناطق اللي عندي فيهم حبيبات باينين. هيا دابا مع هذا ما باينش، شوفوا هاني راه حطيت لها المنطه تما باش جلست تما مصبح وانا مضربه معاه، جبت جلست حدا بلاصتي. فقلت لكم علاش شنو كندير هكا، غير باش تصور تيك توك وداك الشيء، كنكون ناويه ندير شي فيديوهات سبيشال تما وداك الشيء علاش. المهم فيديو اليوم جديد، غنصايب الكيك، غادي ندير دابا المونتاج ديال الكيك، ما عرفتش غنزل غنزل لكم شي لقطات في هذا الفيديو الطويل. مي هو غينزل الشورتس طويل، فيديو قصير طويل. اوكي حيت ديجا عطيكم بزاف الوصفات ديال كيفاش ديروا مونتاج الكيك، كيفاش ديروا ديزاين، كيفاش تشكلوها، وكيما باش ندير شي حاجه زعما شي كنقول نغلفها بالعجين ديال الشوكولا، كنقول ندير غير سامبل، انا مازال غادي نحتفل بعيد ميلادي ان شاء الله من بعد نديروا شي حاجه. سو دابا اللي بان غندير غير النهار ديالي وديك شي احتفال بسيط خفيف ظريف، فغنمونت اليوم الكيك وغدا نحتفلو، لان اليوم يلاه لو 31 جو بونس ما نحبت هاد الفيديو واش غينزل اليوم بعد الغد. عرفتو راني كنقول نوضي دربي شي خطيطات بلا ميج في الشعر، كتيري قسل الارض نزهات تيسع شعرك، راه شعرك ما فيه ما يتصبغ، غتزيدي تهلكي شي راسك يقول لي سيري قطعيه، حيرتو وحرتو وحرتو، شي راسك يقول لي صافي ديريه ماغون فونسي وخليه يرتاح، لان هاد اللون الوان هادو موجه خلطه الوان كل بلاصه لون ما كتعجبنيش، كنبغي اللون يكون موحد. يعني لون انا كيما قلت لكم دابا عندي بزاف الحاجات خصني نصايبهم، منهم ندير مونتاج الكيك، منهم ندير شي فيديوهات هنا وهنا وهنا، عرفتي باش تركزوا في جميع الـ 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 الفيديوهات، راه مصيبه كنقول باز انا انا ما عندي والو، كنستغرب كنقول كيفاش كيديروا هما، كيبقاو يحطوا في انستغرام ويحطوا في تيك توك ويحطوا في شين يوتيوب فرونسي، شين يوتيوب انجليش، شين يوتيوب عربيك، شين شين او ماي جاد. انا الا شديت الوقت الانستغرام نطلق الفيسبوك، الا شديت الفيسبوك نطلق دايوغ الفيسبوك ما بقيتش بزاف فيه، زعما اللي كيجيني ديموندي كيجيني المراهقين. يا شديت زعما تويتر ما كنستغلاش عليه، الا شديت لان تويتر فيه ناس بعقلهم كيتشاطروا افكار وداك الشيء، انا كيعجبني نقرا نشير نقرا شي حاجات، نقرا افكار نشوف سياسه نيني نانان، سو تويتر بزاف كنضرب فيه طله. اما لا شديت سناب نطلق انستغرام، لا شديت انستغرام نشد اليوتيوب، لا شديت اليوتيوب نطلق انستغرام، لا شديت تيك توك نساهم كامل. نقولش لكم كنستغرب كيفاش عندهم ولاد، كيفاش عندهم خدمه، كيفاش عندهم حياتهم، كيفاش عندهم راجلها، وكتخيا كديرهم كلهم كتيختار واحد الفلوس ما كيشدو كيكونوا كيشدو الفلوس بزمنه غتلاح ولاد وتلاح راجلها وتلاح حياتها وتقابل داك الشيء. قلت لها ما عرفتي يمكن انا واقع مني شد منهم فلوس ندات انا واقع عاد نعطيهم وقت كافي. المهم انا كان عندي مع السوشيال وهذا الشيء تصاور وهذا الشيء بزاف تطلع ليا في راسي، الوغ لقيتها دابا اللي درته هي فاش كانت اختي كتجي كتقول لي الناس داخلين منو فلوس منو دايرين منو هادي الناس دايرين، كنت كتقول لي كتبقاي تصوري وتحطي هكاك، هي فاش حليت قناه يوتيوب وهذا، يعني ما كانتش عندي فكره انني غنديرها ولا شي لعيبه ولا وماما ما تعرفش فيها. او ماي جاد دابا اللي بديت كنت كونسونطرا معاك كيما قلت لكم باش نديرو، لقيت ما بقاش ندير لي الخاطر يعني فهمتوا. المهم خلونا نرجعوا للموضوع، انا وليت كنبقى شاده التليفون كيضرني ايديا ايديا كضرني، وهما عندي تريبي هانتوما الاولى ها هي ها الاخر هنايا حدايا شفتوها شد في الاخر اوبس. الدراري ما عندهم مدرسه كيلعبوا كره خارجين كيلعبوا في الزنقه، لازم نحط هذا هنا لانه عييت. سو كيف قلت لكم البنات لقيت بقيت اللي خاصني دابا نكونسونطرا في هادشي ما كنقدرش نشد حاجه وحاجه لا، عيط هاد العكار علاش كيبقى يضيع. كيفما شفتوني درت البودره هنايا باش نثبت العكار، ومع ذلك ما بقاش يثبت لانني ما دايرش فونديشن ما دايرش بودره اللي صح ثقيله بحال هكا،
شوف ايوا المهم كما شفتوا البارح درت لكم داك الفيديو ديال الهالوين وديال داك الشيء وما نزلش ليا بكري بقيت كنمونطي فيه ما بغاش ينزل ما عرفتش علاش ما بغاش ينزل لدرجه نقص من الكواليتي ديالو من اللي الحجم ديالو قلصت وداك الشيء كلشي باش ينزل وما نزلش حتى اليوم عاد بقيت عاوتاني مضاربه معاه عاد نزل جو بونس تكون شفتوا اللوكات اللي درت عرفتوا عذاب فريمون عذاب باش تصوري داك الشيء وباش تصوري في تيك توك انا ما عرفتش كيفاش كيدير عيطت لبنت كنقول لها كيفاش كيديروا التيك توك ما كتبقى ما شادش لي تكنيك ديال هذوك الفيديوهات ديال تيك توك وكيفاش ديري داك الشيء وكيفاش تصوريه وكيفاش تكوني هكا سامبل شويه كترجعي كتحولي بالميك اب وداك الشيء اللي كيخدع اللي كيديروا داك الشيء تصور البارح عانيت بقيت بداك المكياج اللي شفتو ترمى انت من شي وحده ولا ما تلي العاد غسلت وجاي حيت ما واحد الوقت عندي ديك تجيك تحكي ما كتقديش كنقول لي قلت لاختي لها دابا بغيت تحكي كيما تجيك ولا عينيك ولا ما تقديش تقيسي حتى شي حاجه حيت غتخسري داك الميك اب كامل ولقيت راسي دايره فيه شي اغلاط انا ما درته حيت صافي ما كان عندي ما ندير شغلات اختي جات قالت لي الهالوين سالم تعاد كدير قلت لها حيت ديما انا كندير دوك التشالنجات ودوك الافكار وداك الشيء متعقد حتى كيكونوا سالاو يعني صافي حتى كتكون سالات ومهم مهم هو المشاركه كما كنقول حيت انا دابا ما دايرهم زعما يمكن نهار نديرهم تنعلم ديال الفلوس باش نبدا ندخل المجاهدات اكثر وباش نبدا يعني نتعمق في داكشي مزيان بزاف ديك الساعه يمكن ما عرفت ما عرفت وما عرفت ما نقدرش ما عرفت ما عرفت والله حاليا عجبتني ديك الفكره ديال اليوتيوب انها دارت لك كتشجع دوك فيديوهات القصار طوال جاتني ساهله بحال فاش كنتي كتنزلي ستوري عادي في السناب ولا في الانستغرام احسن من هكا تجلسي بالتليفون وتصوري بالعارض وخاصك تكوني مكونسونطري وتعرفي اش كتقولي وكلشي يكون الوغ كتجيني دوك الفيديوهات القصار هكا سريعين خفيفين ظريفين كيبقاو احسن فهداك الشيء ملي وليت بزاف كننزل فيديوهات هكاك سوا التخربيق ديال اللي خارج طوندونس يعني اللي كيكون تراند كنديرو سنة شفتو هكا بعد ما تلقاو شي فيديوهات قدام عندي تا هو نزلتهم لان كانوا عندي ديجا في ستوري مصورهم الوغ علاش ما نستغلش الميزه اللي عطاتنا اليوتيوب جديده سورتو بالنسبه للقنوات اللي تيكونوا واصلين بحال قناتي انا راه واصله راه الغريب في الامر انا قناتي واصله البارح ملي بقيت كنشوف شي لعيبات لقيت واحد اللعيبه ديال لي كومنت كانت مديزاكتيفي وانا كنقول وما كتكومونطيوش وما كتعلقوش وكيجيني تعليق وبعد المرات كيتحذفوا وما كنجيش فين نشوفو وانا نهضر يمكن كنكون كيتحذفوا الوغ مشيت لقيت واحد البلاصه خصني نوراك انايا باش نوتوريزي نعطي كلشي الكومنت يوصلوني عاد كاينه خاصيه اخرى كتاخديهم تشوف فيهم عاد تقدي تنزليهم وكاينه خاصيه اخرى كينزلوا اللي مهمين واللي هما كيختاروا لك اللي نقيين اللي زوينين اللي هادا تنزلو الوغ البارح جاني كومنت جيت ندور لقيتو تمسح واحد اخر عاوتاني جيت ندور لقيت مشيت كنقلب جيت الكومنت علاش محدو ما شوف علاش ما عنديش لاكسي لهداك الكومنت لقيت بانه راه خاصني نموديفي واحد اللعيبه فالمهم اللي عنده اليوتيوب ستوديو راه غيفهمني علاش كنهضر كتمشي للكومنت كتلقاي معطين ثلاثه سيليكسيوني ثلاثه الاختيارات عاطين كتختاري وحده عاد بديت كنموديفي رجعت كنموديفي كاع لي فيديوهات القدام كاملين ديال لاشين ديالي واقيلا مسيليكسيونال فيهم هذيك اللعيبه ديال انه ينزل الكومنت ويتفيريفيا من عند اليوتيوب ولا من عندي عاد ينزل يعني وانا نتصدم وانا نقول على فرق على انا اللي مخربقه ديك القناه حيت انا صيبت راسي يمكن داكشي علاش ما واصلش لان انا عندي كما قلت لكم راه عندي تقريبا 23000 متابع ما يمكنش 23000 متابع ما كيشوفوش قناتي ما كيوصلهمش كتجيني 5 لايكات 10 لايكات الفيديوهات القدام اللي اوكي واصلين فيهم مشاهده 30000 مشاهده 100000 مشاهده قدام دايرين 5 سنين من نهار حليت القناه مي هادشي جديد يعني اللي يلاه كيتحط اجور مع اليوم مع غدا مع هذا ما فيش مشاهدات ما فيش لايكات ما فيش داكشي قليل على الاخرين لا القدام كنتمنى اي واحد كيوصلو اشعار من قناتي وكيدخل يشوف مثلا فيديو اولا كيتفرج واخا يتفرج شويه يدير لايك ويكتب ليا بانه راه شاف الفيديو ولا وصلاتو ولا يكتب ليا المهم غير باش نعرف انا اشنو فهمت باش نعرف واش الفيديو وصل كيوصل الناس كيوصل ما كيوصلش لان حتى في اليوتيوب ستوديو كما كنقول لكم هادشي راه كيعرفوا الناس اللي عندهم قنوات يعني كاين واحد الخاصيه كتعطيك شكون اللي كيشوف الفيديوهات شكون اللي متابعك شويه متابعكش من الدول وكذا وكذا الحمد لله عندي من الدول العربيه وكيطلبوا مني بزاف نهضر بلغه معروفه انما انا ما باغاش نهضر في امكاني نهضر باش ما بغيت انما انا ما باغاش نبقى نهضر بالمغربي كيف ما حنا كنتفرجوا فيهم هكاك اوكي ممكن ندير شويه هكا شويه هكا ممكن من بعد نقدر نخصص قناه بوحدي تكون خاصه هكاك بزاف الحاجات انما انا اصلا اللهجه ديالي اولا حتى كيفاش كنهضر كنحاول كنهضر ما كنمشي مغربيه مغربيه ديك المغربيه اللي كنحاول باش حتى تفرج فينا شي حد خصو ملي تكون عاطيه وصفات يعني مازال هكا بلا 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 في الخاوي ماشي مشكل ملي تكون عاطيه شي حاجه اللي نبغي
شي حاجه اللي غا هكا كيما قلت لكم بلا بلا ما تنسوقش، شكون شي وصفه اللي مبغيش حد يستافد كنحاول ماكسيموم نميز شويه الكلمه باش كلشي يفهمها، كنعطيها بالمغربيه بدول باللهجه العربيه ديال العاميه اولا، يعني كيفاش ممكن يلقاوها في جوجل غيلقاوها بحال مثلا زنجبيل، كنقولش انا سكنجبير، ابزار، كنقول ديما فلفل اسود لا لاحظتوها في وصفه ترجعوا، انا هكا اصلا ماشي حيت يوتيوب كتجيني ديك بزار سكنجبير، شنو هو سكنجبير؟ زنجبيل. اوكي حنا عندنا اللغه العربيه اللي ما عارفينش يفهموا بزاف الحاجات غلط، المغربيه عندنا من اللغه العربيه حنا شادين منها بزاف، الوغ غير الطريقه باش كنطقوها كنخسروها ما كتبقاش مفهومه. مي راه المعروف بان المغربيه اللهجه ديالتنا حنايا فيها بزاف من اللغه العربيه الاصليه، الوغ كو حنا كنخسروها بالنطق ديالنا، فهذا كنحاول ماكسيموم انني باش نوصل لكلشي. الحمد لله عندي من العراق، من سوريا، مصر، اول دول عندي متلاصين السعوديه، المغرب، الجزائر، مصر. الوغ صراحه هاد الشهر اولا شهرين سعوديه، المغرب، مصر، الجزائر ما عرفتش كاين مع المشاكل اللي واقعين بين البلدان وداكشي شويه نو واي. ديك النهار دخلت عندي وحده كتبات لي واش انت مغربيه ولا جزائريه، جاوبتها مغربيه صافي ما بقاتش يمكن من المشاكل اللي واقعين ما كيبقاوش يتفرجوا فينا ما عرفت. المهم ما علينا، انا كنهضر هكا، المهم فيديو خفيف ظريف حيت غنمونطي كما قلت لكم هذيك الحلوه، ولكن ما غنزل لكم غير لقطات فافه، قلت نهضروا شويه نجمع شويه تخلاها. من الوصفه راه غتنزل فيديو شورت داكشي علاش ما مزروباش خايده راحتي شويه. فكما قلت لكم عندي الدول العربيه الحمد لله، ومن سوريا، العراق، فلسطين، لافيو، انا كاملين، انا من الناس اللي انا دائما كتلقاوني كاتبه في اي بلاصه عندي انني انا عربيه مغربيه عربيه، الحمد لله ما عنديش يعني نتميز بشي جنسيه او لا ندير لا انا مغربيه وباقي لا يهمني، بالعكس انا ترجعوا للفيسبوك عندي قديم، الناس اللي كانت فيما يكون شي مشكل في شي دولة عربية ولا في شي بلد عربي كتلقاوني من الناس اللي كيهضروا وما كيحتجوا لدرجة كنت مدمنة على داك الشيء. صافي واحد الوقيته بدا كيجبد لي صداع، وبداو الناس اللي ما كيفهموش ان راه الاختلاف في الرأي شخلاه لا يفسد للود قضية، الوغ الا اختلفنا راه ماشي مشكل نختلفوا وانت تقنعيني ولا انا نقنعك ولا نتبادلوا افكار ولا نتشاطروا افكار، راه داك الشيء راه عادي، انما فاش كتوصل انه كياخذها بطريقة شخصية وكيبدا يتجبدوا الصداعات وواحدين اخرين كينوضوا يردوا وكيبداو مضاربة عندي انا هادشي كان قبل ملي كان عندي اليوتيوب، الوغ كيوليو مشاكل وكاين اللي كتبلوكي، كاين اللي كتقلق منك، كاين اللي كتاخذها بواحد الطريقه اخرى، لا انا تناقشت انا وياك على واحد الموضوع ما بينه وما بين علاقتي بك ولا صداقتي بك حتى شي حاجه، شكون انت اللي خديتيها هكا كان صافي واحد الوقيته قلت لكم دار لي مشاكل صافي بديت كنقص، وصغت ملي كتشوفي ان بزاف الحوايج كيوقعوا ما كيتغيروش كتسالكي طاقتك بدون فائده، فصافي حبست من داك الشيء وبدلت لدرجه نزل اغاني وتفاهه كيف ما كينزلوا الناس العالم كامل الا قليل طبعا، سو عاد ديك الساعه كتولي تعجبي بنادم ما عرفتش اش التفاهه كلشي كيتعجبو التفاهه سبحان الله مشكله. صوتي دابا في اليوتيوب كتشوفوني كنزل بحال هاد الفيديو التافهين بحال ديك الساعه التافهه جاني انني ندير مكياج ونبقى نبقى كنت نتحدث الوغ ملي كنعطي شي وصفه ولا شي حاجه ما كتشافش، مي بحال هاد الفيديوهات كيجيوني كيتشافوا والناس كيبغيو يدخلوا يبقاو يتفرجوا كتكتبيهم فكتبوا لي رايكم واش نتوما من كما قلت لكم بعد نرجع لواحد النقطه بديتو ما كملتش، انا راه ديما كندخل في هضره ونقول لي في موضوع اخر انه كندخل كنلقى قلت لكم اليوتيوب عندي في هذا فاش كيعطوني داك الشيء ان الناس اللي كيتبعوني ماشي هما اللي دايرين عندي اشتراك، سو اللي عندي انا اوريدي ما كيشوفونيش يعني ديك 23000 اللي عندي غيكونوا كيشوفوني من 21 ولا ما كاملاش لايكات كيجوني 5 ولا 10 كات كيجي واحد اللايكات اللي قليلين جدا 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 بارابور مع المشاهدات ولا مع الناس اللي عندي، الوغ كل اللي كيدخل كيصحابني انا يلا مبتدئه جديده ولا يلا قناتي جديده، مع انني بغيت نعاود نموديفي هذيك باش يطلعوا لي نومبر دابوني عندي ما بغاتش تطلع ما باش الناس ما يبقوش يصحابوا قناتي قديمه، انا راه من 2015 واقيلا ولا 2015 حليت كونت ولكن امتى بديت اكتيف فيه بزاف، المهم هي اللي كتكون 6 سنين 5 سنين بحال هكذا اوكي، فقناتي انا راه ماشي صغيره انما ما كتبانش. الوغ كل يوتيوب دابا مؤخرا فاش شطفت لي داك الميساج بانهم كيدعموا هاد القنوات اللي بحال ما هضم حقهم، دونك كاينين قنوات دون ذكر اسمائهم باش نقول لك دون المستوى كيغطيو على بحال هاد القنوات وكيطلعوا للصداره والطوندونس وكيخليو القنوات اللي بحالنا ما كيبانوش، اليوتيوب عطانا هاد الميزه ديال اننا ننزلوا هادوك الفيديوهات الطوال باش حنا نكونوا بارمي دوك لي ميور شين اولا نبانو من
بين هادوك الشين يعني اللي واكلين حقنا حتى حنا بحال هادوك الفيديوهات غيساعدونا اننا نتعرفوا شويه وتزادوا لنا متابعين وبزاف الحاجات. والحمد لله لقيت ان المشاهدات تما كيكونوا اكثر، يعني دوك الفيديوهات اللي قصار وطوال كيجيو سهل ان الواحد يشوفهم، بحال كتصفحي ستوري في انستغرام ولا سناب شات ولا فيسبوك ولا اللي كان ستوري كتبقي طالعه كتلاقي انتي باغمي الناس اللي كتم، يعني ماشي بالضروره تكوني اصلا ابوني عندي باش تشوفيهم، يعني ممكن انا كنتصفح ستوريات ماشي ديال الناس انا داخله عندهم، انما حيت كتبقاي تشوفي هادي وتطلعي عاوتاني وتنزلي طلعي طيحي فيا انا ولا كتشوفيني. بغيت نهضر لكم على هادو الناس المبتدئين اللي عندهم قناه جديده اولا صغيره وبغاوني ندير لهم فيديو باش نشرح لهم هذه القضيه هذه، كتبوا لي في كومنت باش نوريكم كيفاش تفعلوا الربح وكيفاش تزيدوا المشاهدات وبزاف المسائل في هذا بخصوص هذا الموضوع، على سورتو هاد الفيديوهات اللي تكونوا شورتس قصار يعني بشكل طولي. اوكي كتبوا لي في كومنت الناس اللي مبتدئات باش نشرحها لهم فيديو خاص وصافي. شوفوني صامده نهضر بالزربه بالزربه باش ما يجينيش الفيديو طويل وباش ما يجينيش حتى انا مميت في المونتاج وما كيبغيش ينزل ليا ولا الكونيكسيون حالتها ما عرفتش فين ما تفيهم خلاص كنقول لها صبروا معنا مع الكونفينمون. شكون الكونفينمون كتصبروا معنا نتوما بالخلاص؟ او ماي جاد ندمت على النهار اللي درتها. عرفتي قلنا لماما بدلت شي صالات، صاحبتي كانت عندنا زعما هادي وزعما في بلاصه كتقولي لنا في روبيا وداك الشيء كتنزل عندي الفيديو توصلت نهار درنا يا حلوه تكفز قلت لماما واش مش عارفه الزر ما عندناش فلوس كنضحك بيان سور ولكن راه كارثه ما درناها مع الكونفينمون. اوه مشكله دابا ولا كنعاني نهار الاول طار الفيديو نزل فرمشت عين درت ها نزل ليا الفيديو في بلاصه دابا كنتسناه عامين باش كينزل ليا انا داك الشيء وليت مبسوطه جدا زيد من دوك الفيديوهات الطوال اللي قصار ما فهمش دقيقه كتنزل الفيديو تحطيه بعد مرات كنجبدو من سناب ولا من شي ستوري قديم عندي ونزلو وكيجيب لي مشاهدات ولايكات وبيخ نكذب عليكم لقيت بس كتعذبي بعد مرات وبعد مرات كتحتاج شي وصفه زوينه يعني خلينا من البلا بلا وخلينا من التفاهه اللي انا تا وليت كنديرها باش انا نطلع قناتي وباش انا يكون عندي واحد المردود يكون عندي تا انا واحد الحاجه اللي على الاقل نقول اوكي داك المجهود ما كيمشيش في الخاوي. فخليونا من هذا الشيء كامل ومن هذه التفاهات اللي تا انا كيف ما قلت لكم وليت تندير مره كنعترف بدل واحد ولي يعترف اوكي ما بعد مرات كنحط وصفات اللي مفيده ما كتبارطاجها ما كيقول لك بنادم حتى شكرا ما تيديرش لايك ما تيقولش لك حتى الله يرحم والدينا شكرا ماشي تخربيقه اللي تشجعك ولا تحسي بانك درتي شي مجهود وتنقول ماشي مشكل اوكي ولكن كمام الواحد واخا كيبغي شويه داك المجهود ديالو ما يضيعش في الخاوي بغي انه يحس انه يعني خصوصا ملي تشوفي قنوات تافهه تيدخلوا الناس اللي علقوا عندهم تيكومونتو يعني كيف فيهم تفاعل وقنوات اللي سبحان الله بحال هكا مفيده ما والوش خلى قنوات الطبخ وداكشي شكون اللي باقي بغي يتفرج فيهم وشكون اللي باقي بغي يتعلم وشكون اللي باقي بغي يدير داكشي كاين شي تبعك تلقاي الكيوريزيتي عند بنادم يدخل يتفرج فيها واخا محاملاش واخا غيعيرها واخا غيكتب لها كومونتير مزفت مي هو راه داك الكومونتيرات وداك المعيار هما كيبغيو حيت كيطلع لهم المشاهده وكيطلع لهم القناه وكتطلع في طوندونس وداكشي ف ولكن وسبحان الله النسبة ديال أغلبية المشاهدين كيبغيو بحال هادوك بنادم لي تيكذبو عليهم وبقاو يطلعو عليهم في الأفلام والدراما و ألوغ ما علينا يا لالدة نوض نصيب كيكتي نوض نصيب حلوتي غدا عيد ميلادي نصوت مع راسي ونحتفل براسي ونفرح براسي وكيف العادة كنقول لكم فرحوا براسكم نشطو براسكم اهتموا براسكم متسناوش اللي يهتم بيكم ولا يفرح بيكم ولا يدير لكم شي حاجة ديما انتي كبري براسك راسك ماكي راسك وجلسي في الدار بحال هكا بحالي ماشي مشكل الوغ الدنيا هانيه الواحد مهم ديري شي حاجه وما تسنيش اللي يدير ليك وما تبقيش تقولي لا واش غندير وما عنديش اللي يجيب اليوم ما عنديش اللي يدير اليوم ما عنديش اللي يفعل لي هذا الفيديو خاصني ننزلو دابا شورتس باش يشوفوا بزاف البنات ويستافدوا تسناو ساعود شتو علاش قلت لكم ولا عجبني ديك خديجه بقيت راسي غادي نعطيكم نصائح مثلا شي حاجه خفيفه على الدرفه ونمشي نزل ستوري وها انا ساليت يلا خليكم معايا انا راجعه انا راني وليت كنطير ما كنحشمش انا خاصني غير ندير النصائح فقره النصائح وما نساليش ديك الفقرات كاملين المهم البنات غتكونوا شفتوهم حيت غيكونوا نزلوا قبل من هذا الفيديو لان علاش قلت لكم سريعين ظريفين خفيفين كتصوري فيت في وكتحطي جيت نهضر على نصيحه صدقت في الباكسان صدقت سميتو ف عجبني شعري هكا جمعت وجاني السهد يا اختي قهرني وشوفوا راني حل الشرجم زعما اليوم صباح بواحد الحراره ديال الصيف الوغ البنات المهم كما قلت لكم شوفوا بدلت الفلتر مع السناب باش صورت اي لاف ات يلا خليكم معايا غنمشي نصوب كيكتي كيف ما قلت لكم راه مقلوب بلا 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 كنا درت بعدا لا كريم الدور وهاد هبط شمات ولكن دغيا حيت ما غناويش ندير فيها كنت ناويه نديرها بعجين السكر وندير شي حاجه هكا هكا ولكن قلت لكم ناويه ندير شي حاجه اخرى من بعد الا درتها راه غادي ديك الساعه نكونوا مدايرين داكشي بوفي قادو مزيون غير باش ما يجوش عيد ميلادي هكا لان الصيف اوكي يلا ستي تون باي
البنات مهم كيف كيف ما كتشوفوا ساليتو غادي ندخلو الفريكو حتى غدا بعدا ممكن نروح علاش لان لقيت راسي ما جبتش بلوبيري وعندي غير فرامبواز وانا ما باغاش فرامبواز لانني درت في كيما غتشوفوا في الفيديو درت الطبقه الاولى درت فيها الكريمه ودرت في الوسط هذاك الكونفيتور ديال بلوبيري اللي هو كيكون فيه قطع اصلا ديال بلوبيري بحال داك البلوبيري في عود ما انا نصايبو راسي وهذا هو ديجا واجد وسورتو ديال الناس اللي دايرين ريجيم ومرضى السكري هذاك ديال ماما اوبس او ماي جاد تري بيغته فهو نفسه اللي استعملت قلت باش ما يجيناش لان الكيك راكم عارفين ماما مع السكر اختي اصلا ما غتاكلوش ما نضنش غتاخذ اي شويه بابا وانا يعني داكشي علاش الكيك خفيف ظريف سو الطبقه الاولى درت فيها الكريمه مع داك البلوبيري ولا جيلي اولا كونفيتور ديال البلوبيري الطبقه الثانيه درت فيها قطع ديال الشوكولا كيف ما غتشوفوا في الفيديو نخلي لكم في شي بلاصه هنايا كاينه مقله خاويه كاينه اضاءه اوكي ودابا بغيت زعما نزين من الفوق باش ندير الغابيل ديال داكشي اللي في الكيك لداخل اوكي فغنخلي حتى الغدا نجيب البلوبيري ونزوق بيه وما عرفتش واش ندير ندوز ايفيلي من هنا من جناب ولا شوكولا ولا هذا تنشوف ونقول لكم غدا تشوفوا معايا حتى تما طبعا في الفيديو ما غنزلش كامل اليوم دونك غنزل هذا وهذيك ديال الكيك غيبقى حتى من بعد نكمل كلشي ضروري الكيك البنات فاش تصوبوه ديروه في الثلاجه عاد كملوا لي فينيسيون ديالو اللي على برا باش كتكون الكريمه شدت راسها لان فاش كتكوني كتخدمي مع الحراره ديال المطبخ وهذا شويه كتسخن بين يديك اولا هكا ما كتبقاش شاده في راسها فباش ما تخسروش المنظر ديال الكيك وانتوما كتديروا ليها الديكور اولا هكا كتزينوها حتى كتبرد تماما باش ملي تحطوا شي حاجه فوق الكريمه تشد بلاصتها ما تسيحش ما تطيحش ما تهبطش ممكن نقدر نزوق بالكريمه من الفوق وهذا ولكن بغيت نديرها سامبل كيف ما قلت لكم فغنخليها في الثلاجه وكيف ما قلت لكم نصيحه الكيك دائما وجدوه قبل بليله كل ما كيرتاح في الثلاجه كل ما كيجي الكيك متشرب وكيجي ما كتحسوش به ناشف وكيكون يعني بحال تلق في بعضياته يلا غنخليها دابا في الثلاجه غنديرها في الفريكو حتى الصباح عاد نجبدها نخليها في الثلاجه العاديه ونجيب البلوبيري وداكشي اللي غيخصني ونكمل داكشي ديال الزينه وغتشوفوا الكماله معايا طبعا والاحتفال وكلشي يلا باي نسد معكم هنايا وقاله كنت ناوي نمشي ندير معكم شي مرطب شي حاجه خفيفه سكراب خفيف نشوف الى بقى لي الوقت وساليت غنديرو ما بقاش لي الوقت حتى الفيديو الجاي ونوريكم داك سكراب الخفيف اللي كيدير ترطيب للبشره سورتو الا كنتو كديرو حاليا تقشير اولا بيلينغ اوكي يلا اوب تفضلوا معي كيك ليكم